نعم، إن سياسة الدولة التركية الأساسية تجاه منطقة عفرين والتي كانت الغاية الأساسية من احتلالها منذ أيام الأولى وقبل شن عدوانها على عفرين ب 20 كانون الثاني 2018، الغاية الأساسية كانت هي تغيير التركيبة السكانية للمنطقة. وكان حديث رئيس تركي أردوغان آنذاك قبل شن عدوان التركي بأن نسبة الكرد في عفرين لا يتجاوز 25%، في ذاك الوقت كان نسبة الكرد يتجاوز 95% من السكان الأصليين. وبالتالي كانت الغاية الأساسية لتركيا من ذلك تغيير الهيكلية السكانية بتهجير السكان الأصليين بقوة السلاح، وهذا ما حصل في بداية الاحتلال في 16 أو عفوا 18 آذار 2018. تم تهجير أكثر من 300 ألف، وبدلا عنهم تم توطين آنذاك في 2018 لوحده 450 ألف من المستوطنين العرب وتركمان و500 عائلة فلسطينية. لكن في إحصائية جديدة من قبل نشطاء داخل مدينة عفرين في أواخر 2023، أن نسبة الكرد الآن أقل من 23%، ونسبة العرب وتركمان 77%. ووفق هذه الإحصائية عدد الكرد لا يتجاوز 150 ألف، أقل من ذلك بكثير، يعني بحدود 132، يعني في أقصى درجات 150 ألف. أما نسبة العرب وتركمان يتجاوز 140 ألف من التركمان والعرب في عفرين. وعلى غرار ذلك رأينا في أواخر 2020 و21 شهد عام 2021 بناء مستوطنات داخل مدينة عفرين لإيواء النازحين والمهجرين حسب زعم الحكومة التركية، ورأينا بناء المستوطنات. لكن تركيا استغلت كارثة زلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 شباط، يعني داخل المدن التركية أو مدن باكوري كردستان، رأينا تم حرمان الكرد من المساعدات ولم تسمح لهم بدخول مساعدات. وفي ريف عفرين في جنديرس أيضا أيام الأولى أيضا منعت من دخول مساعدات أممية إلى داخل عفرين، وبعدها بحجة عدم إصلاح الطرق، يعني طرق تحتاج إلى الصيانة وغيرها، وبعدها سمحت بدخول المساعدات. لكن عملت في نفس الوقت إلى جلب العرب من الأدلب وغيرهم، وقاموا بإعطاء الخيم لهم بنصب خيم بجوار جنديرس، على أن هؤلاء هم من ضرروا من الزلزال على أنقاض الأبنية. لكن على أرض الواقع سكان جنديرس لم يستفيدوا حتى من خيمة واحدة. والآن يعني هذه المستوطنة التي تقام من قبل جمعية وفاق، التي قامت بتوزيع 42 وحدة شقة سكنية لعوائل الفصائل والمستوطنين. أما أهالي جنديرس الذين حتى الآن لا مأوى لهم أو لم حتى يتم تقديم أي دعم لهم، للأسف حتى المنظمات البرزاني الخيرية التي دخلت عفرين ووزعت المساعدات أيضا قاموا باستيلاء على هذه المساعدات من قبل عمشات والحمزات، ولم يسمح لسكان الكرد بالحصول على هذه المساعدات سوى أقل من 5%. أما الباقي تم السيطرة عليها بقوة السلاح أو بوفق التفاهمات في بينهم، والعرب هم من استفادوا من ذلك. نحن لذلك نرى بأن السياسة التركية هي الأساس في تغيير ديموغرافية المنطقة، ومستمرة في هذه السياسة التي وصلت إلى درجة كبيرة، يعني توصلت إلى أكثر من 77%. ونستطيع القول أن تصل الآن إلى مرحلة التتريك بعد أن أجز مرحلة كبيرة من التغيير الديموغرافي. نعم سيد إبراهيم، يعني كل ما ذكرت من بناء المستوطنات وكذلك استغلال الملف الإنساني لصالح تركيا، يعني برأيك هل تريد أنقرة من وراءه فقط تغيير ديموغرافية المنطقة، أم أنها تهدف لأبعد من ذلك، اقتطاع عفرين بشكل نهائي وضمها للأراضي التركية؟ أستاذي عزيز، التغيير الديموغرافي هي كانت في البداية طبعا هي الهدف الأساسي لتركيا من تغيير ديموغرافية عفرين من خلال عدة إجراءات، من تداول ليرة تركية وفرض التعليم باللغة التركية ورفع العلامة التركية وغيرها. يعني أنه لكن ما شاهدناه في المرحلة الأخيرة من خلال فتح بعض مراكز ثقافية في مدينة عفرين، وعلى سبيل المثال مركز يونس إمرا التركية في عفرين قاموا بافتتاحها في
شهر اغسطس اب 2023 في مدرسه صناعه داخل مدينه عفرين حي محموديه. هذه او هذا الفرع يقدم الثقافه التركيه على غرار ما تقدمه في عزاز وفي جرابلس. نعم. وحسب مسؤولي يونس امراه بانهم قاموا بتعليم اكثر من 300 ألف طفل طالب باللغه التركيه في هذه المناطق. وايضا تحدث مسؤول يونس امراه في عفرين عند افتتاح الفرع في لهم في 2023 بان عفرين مدينه تاريخيه وعلى غرار يعني الاف السنين كان يعيش هناك الاتراك والعرب والاكراد. اذا نعم. أين الأتراك بعفرين قبل آلاف السنين؟ ولا نحن من أبناء عفرين، حتى تركماني واحد داخل عفرين لا يوجد قبل نعم. احتلالها. إذن هذه المرحلة تركيا تريد قضم أراضي سوريا على غرار واسكندرون بخلال تتريك عفرين وإجراءات التي تمارس في عفرين أكثر من المناطق الأخرى، لا في عزاز ولا في الباب ولا في إدلب. عفرين هي من تدفع ثمن تغيير ديموغرافي وعلى خطى بتتريك المنطقة على غرار لواء اسكندرون. نعم، كنت معي من ريف حلب الشمال السيد إبراهيم شيخ، ناشط حقوقي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.